شغلات المسار رئيس مكتب الولايه تاع كبار محافظ الحرب ومسؤول المنظوميه تاع ولايه على كل حال القناه هذه مشكوره يعني اللي راح تدور في هذا العمل التاريخي وهذا شكر جزيل لها. احنا 9 اكتوبر ان شاء الله يوم الهجره وهذا اليوم هو يوم واحد من الثورة التحريرية. إذا كانت الثورة التحريرية في الجزائر وانطلقت إلى القلب العاصمة الفرنساوية. هذا الفضل يعود للنظام جبهة التحرير مجلس التحرير كان هذاك الوقت ذاك الوقت قوي على نظام الاستعمار الفرنساوي. وحنا رانا محضرين في تيموشنت إن شاء الله في بلجيكا نتاع مع السيدة الوالي والسلطات المحلية. لهذا اليوم العظيم التاريخي اللي هو ذكرى من ذكريات الوطنية ويوم الهجرة اللي فرنسا استعملت علف كبير يعني لقاء الأحياء في النهر هذا احنا اليوم لازم نتذكروا هذا النهر باش نتذكروا شباب تاعنا احنا الدور كل هذا اللي عملته الشباب باش يعرفوا الوطن تاعهم هذا غالي في دماء الشهداء من النساء والرجال وخاصة المرأة ذاك الوقت اللي نظر على المرأة الجزائرية الشجاعة المرأة الليبية اللي قامت وما يعرف الدور بتاع المرأة إلا اللي عاش معها أنا أتمنى لكم إن شاء الله ونتمنى هذا اليوم يكون ملتقى وطني ويكون بناءنا وبناتنا باش يعرفوا كيف هذه الاستخراجة ماهوش مثل الناس اللي راها القيل والقال ويقولوا هذا الاستحلال غير لا استخراجة بالدم استخراجة بالدم وبالدم ما كانت هي اللي ما خطوش بناءنا لازم نبحثوا على هذا المقطع الاستقلال ماهوش هادي الاستقلال ماهوش عطا عنا دي جول كما قالوا ما نحن استقلال شعب الجزائر لا هذا غلط الاستقلال بمليون ونص المليون شهيد الاستقلال جا بالدم باش يعرفوه بنانا وبناتنا ماهوش نهار دي جول في 13 ماي كما يقولوا في 58 تولع الحكم وقال غادي نقضي على هذه الجماعه او المجموعه المهم لا في اللاقه وقطاعين الطرق او لا على قدرهم مع الشعب يريدون زعزعه الاستعمار في الشمال هذا غلط هذا غلط الاستقلال جا بالدم كما قلت والحريه لا تخفى الحريه لا تخفى ويجبرها بجهاد ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله في هذا المبروك وكل الشعب الجزائري ونتمنى لهذه الانتخابات الجايه انتخابات اللي ان شاء الله لان انتظر فيها الشعب الانتخابات هذه يخص يكونوا فيها الراجل المناسب في المكان المناسب بارك الله فيكم يعطيكم الصحه